الحوادث. ما هي الوسيلة التي نستعملها؟ ولاية تقور تحتوي على 193 ابتدائية، منها واحدة جديدة هي ابتدائية محداد العيد بالحجيرة، 26 ثانوية و61 متوسطة، تستقبل أكثر من 111 ألف تلميذ. الحمد لله كل ظروف مهيئة لاستقبال هؤلاء التلاميذ، من خلال الكتب المدرسية موجودة، من خلال الإطعام الحمد لله وقفنا على العديد من المؤسسات اليوم إن شاء الله إطعام ووجبة ساخنة، واليوم كذلك وقفنا على الدرس الافتتاحي اللي هو السلامة المرورية، واللي قمنا كذلك بتنسيق مع مديرية النقل ومع الشركاء من الدرك الوطني والأمن الوطني وغيرهم، التكوين المهني وغيرهم من الشركاء، قمنا معرضا على مستوى هذه المؤسسة من أجل التحسيس بخواطر الحوادث المرورية.